اخي العلمي اهلا وسهلا، كل شيء زين، هاني راح عندك ليا طبعا الحال. تحيه ليك وتحيه للمشاهدين الكرام والمتتبعين، ولايك يونيو جمجمون شجعونا العلمي عاوتاني غادي تفرقع عاوتاني بواحد الكارناج اللي ما كاينش. هذاك الشيء باش وعدكم هو جابي اخر العلمي. هذا سي بشعيب يعني كاخر جوهر اكثري كتمازال يا جوهر. اييه يعني اكثري يعني اما هنا ولا في الجناب. هاد النقطة مهمة، اسمح العالم بغيت نقول لكم ركزوا معايا سمعوا العالم اش غادي يقول. سمح لي لقطعتك اخو العالمي، هذا راه مشكل كبير مطروح وكيعاني منه بزاف الناس، وتبعوا مع العالمي دابا غادي يعطيكم الحل ديال هذاك الشيء. شنو هادشي اللي فهمت منه؟ ان شاء الله الحل هذا بالنسبة للجوهرة كان اللي كيخدم السي بشعيب هنا بالماكينة. باش تخدم بالماكينة شي باش تحتاج حدايا هاد القيطان بحال هكا، يعني لازم تخدم بالماكينة خصوصا بهاد القيطان يعني بحال هكا. قرب الناس باش يفهموا القيطان اشنو هو السي بشعيب، كاين ما كيعرفش القيطان أول مرة غادي إلا خدمت بهاد القيطان بحال هكا ولا بتراسن يعني بالماكينه ضروري يعني غادي تمازح اختي، يعني كنت متاكد منها غادي تحل لك الامراض ديال خصوصا الا كنتي كما كنقولوا عامره شويه، ضروري تحل لك من الجناب ولا من الصدر ضروري ولا من الكتاف يعني من الظهر ديال الدور ديالكم، يعني ضروري غادي تحل. من الاحسن خدمي اختي باليد، كنت تخدمي يعني بهذا القيطان بحال هكا، يعني حيت الماكينه فاش كدوز داك الصباط ديال الماكينه كما كنقولوا ديك البلاد ديالك العض هذاك التوب يعني كيرشا يعني كيضعف، يعني غير هاد البتيغ المرة الأولى ولا الثانية إن شاء الله راه غادي تحال. من الأحسن حيدي حيدي قلنا بليد، من الأحسن بليد راه غاتجيك زوينة. هذا كارناج كان اللي كيبغي يخدم السي بشعيب يعني في اللون يعني حرير، وهذا بغيتي دير مع اختي كارتي، كاين كارتي دائما كنبقى نقول لهم كارتي راه هو هذا يعني بجوج ألوان أو ثلاثة، هذا هو الكارتي باش تخدمي يعني بحال هكا. صراحة راه جماعة غزال كارتي اللون ديالها واللون ديال الصقلي يعطيك الصحة. وحتى الثمن السي بشعيب القضية الثمن كيختلف يعني من خياط لخياط، كاين مثلا بلا هي تخدمها وحدة كيما كنقول لك راه عندها لون الزيرة تقدر تخدمها مثلا 400 درهم، واحد الخياط يقدر يخدمها مثلا 600 أو 700 درهم. فرق السي بشعيب نوريك الفرق فين كاين وي سيدي. فرق مثلا خصني نخدم لك في الصقلي بحال هكا، هذا فيه كيما كنقولوا الحر وفيه العادي. مثلا العادي اختي هذا راه كيدير 13 درهم 12 درهم 10 درهم كما كنقولوا شينوا. بغيتي اختي الخياط اللي كتيق بينا وهذا يعني غادي تقشر لك مع المده، غادي تقشر لك الصقلي ديالك راه كما كنقولوا غير شينوا عادي. بغيتي اختي يخدم لك مثلا هذا هو علاش تقام عليك يعني ب 400 درهم هذيك الجله ولا هذيك الجندور، تخدم لك مثلا بهذا الصقلي بحال هكا عادي. بغيتي اختي يخدم لك مثلا بالصقلي حر الفرق اختي غادي يكون طالع في الثمن. حتى هذا لو بغيتي الصن حر غادي اختي 70 80 درهم الواحده، يعني هذه نقدروا نزلوا مثلا واحد جوج ولا ثلاثة زائد الخدمة ديال المعلم زائد الحرة ديالها زائد هذا اللي دخلتي في العقد، دخلتي بزاف في الحوايج. العقد سي بشعيب شوف معايا هنا، هادو اختي هادو راه صمو قرا الكاميرا شوف ولا مزيان، هادو راه الخدمة ديال المصمم. الفرق يعني هنا غادي تطلع في الثمن، يعني إلا دخلتي هادو صمين هاد الخدمة هادي، هادو راه ماشي الخدمة ديال شوف الخدمة ديال هادي يعني كي دايرة، يعني كيبان لك الكاغد كيبان الفرق ما عمرهاش ما مدعوناش كيف كنقول، يعني الكاغد ديالها راه كيبان كيبان مرخوفة، الخدمة ديالها غليظ. شوف الخدمة ديال هادي معايا هذيك كنقولها هذيك كنقولها صمه يعني متقوله، هذه الخدمه ديالها عاديه مثلا يقدر تخدمها بدرهم 20 يقدر تخدمها ب 70 سنتيم ولا 50 سنتيم، هذا الفرق فين كاين. الا درتي مثلا تكشيطه حتى تكشيطه راه يزلك حتى يعني 500 عقده بحال هذه 4 درهم 20 شحال تخرج لك يعني عاد يطلع لك الثمن. الله يرحم لك الوالدين، انا براسي عطيتيني درس اخا العلام. هذا هو الفرق فين كيكون. اييه هذه بالنسبه للجوهره هذه فاندي زعما اللي بغات تخدمها باش ما تدخلش بزاف الخدمه اللون في اللون كما نقولوا النوار كجري شويه كما كيقول السي بشعيب، تخدم بهذا البريك هذا ولا لورانج كما كيبان في الكاميرا لورانج مغلق طالع غزاله. هذه السي بشعيب واحد الملفه كاين اللي عنده البونكاسي كيخدم اللون في اللون البونكاسي البونكاسي دار السي بشعيب دير هذا كما كنقول لون في اللون، هذا كلشي غيخدم اللون في اللون. بغيتي اختي دير شي دولار ولا شي دبانه ولا شي كوزه بغيتي تدخلي هذا اللوين هذا تبغى يمشي لك مع غزال كا يعطيك الصحة. هذا شي دبانة تقدر مثلا تخدمها اللون في اللون دوريها بالدبانة بهذا اللون هذا بوحدو يجيك غزالة، ما غاديش يبقى يبان ديك اللون ديال البلونكاسي أو الباج اللي هو كبير كيلبسوها عليا راس كبار، يعني غادي يرجع شبابي غادي يرجع تاني وخا نتيا زعما يعني باقا صغيرة تقدر تلبس هذا اللون، ولكن دخل على تحسينات كما كنقولوا بحال هكا. نزيري سي بشعيب هذا هو نزيري، كاين بزاف كنلقى كيسول أشنو هو نزيري، كاين اللي ما عارفش نزيري شنو هو. يعطيك الصحة. نزيري هو الطفيرة هادي، نزيري هي الطفيرة هادي رقيقة بحال هكا كيدوز مع الكراسماس ديالها بحال هكا، هذا هو النزيري اللي كيتسمى يعني النزيري بحال هكا التراسم ديالو، هذا هو النزيري. ولا سمعت شي واحد قال لك الزيري، يعني الزيري هما جوج طفاير كتجي العماره فيها جوج طفيرات بحال هكا، هذا هو الزيري زائد التراسم ديالو، هذا هو الزيري كامل النص يعني هي وحده بحال هكا. اييه هذا هو
الله كبر بك ولا لي خطاك ولا عطاك الصحة صراحة سامي. الكليان ديالنا على الأقل يكون معنا واحد شوية كان اللي عارف كاين صراحة اللي أول مرة هنا غادي يدير رجلة ولا حنا كنشوفوا اللي ما عارفش أما اللي عارف الله يزيدو الله يعاونو. هذا السي بشاب هذا واحد الاقتراح ديال واحد الكليانة في التعليقات قالت لي يعني دار لينا قال نرجعوا الفولار زعما شنو نقدر نلبس معاه كاين مثلا كتاخذ مثلا تشوف بحال هكا ولا عطيتها فولار معاك يقول لك لا دخل فيه بيستاج ما نلبسوش دخل فيه المونكاسي ما غاديش يجيني معاه الاختراع غادي يجيك إلا بغيتي تخدمي هذا اللون في اللون بلاصه ما هذا اللون بحال هكا غيجيك اختي مخير بغيتي تخدمي هذا اللون في اللون والفولار فيه بيستاج هزي اختي البيستاج دخلو في الموف على حسابي غادي يجيك مع غزال ماشي ضروري يعني يكون غير اذا كان دخل فيه شي لون مختلف على تشوف يعني غادي توخا تقول لي ما غاديش يجي اختي على حسابي هذاك اللون هذا كنطابق على هذا اللون هذه معلومه سي جيم هذا اللون هذا سي شاب هذا عندنا تخدمو هنا في اللون غاتخدمو تبع اللون هذا واش كيبان لكم كيبان اخر على اش نسميت اللون هذا نيود كنقولوا النيود مغلوق شويه هو دخلوا في يعني في الخدمه ديال دير مثلا القطيب ولا البرشمان وهذاك في سي بشاب اللي كيجيو هنا في الاكتيفات كما كنقولوا دائما اللي كيجيو هنا مبارزه ما تكثر اللون بزاف الخدمه اللون في اللون وهذا اللون هذا اللي قلت لكم يعني داخل الفراغ يعني دخلوا غادي في في يعني كيجي هنا ولا في الاكتيفات هنا صراحه تجيك غزاله ومع هذا الا بغيتي الدوري يعني كل خدمة اللون في اللون وهاد اللون هاد الدورة كلو يعني مستحق الكميمات بالدورة ديال الدبانة بهاد اللون هذا بوحدو تيرا جيكات يعني رائعة على حسابي. جيم الثانية الله يعطيك الصحة ما عندي ما يتسالك. والله كذلك يعني بغيت نشرح لهم الألوان باش الروعة واللون في اللون هذا اختي ما فيش شي لون يعني ما فيه لا سبيشيال لا موف لا والو هذا بالروعة هذا بالروعة ديالو راه باين هذا اختي واخا ما فيش لا سبيشيال ولا الموف يعني يمكن لك تدخلي هنا واخا ما فيش تدخلي انت في الخياطة ودلبسي معاها مزيان راه ماشي مشكل. شي دار زعما كي بغات باش يكون هنا باش نمشي جيتي لعند عطيتك تشوف هذه قلت لها خذ عطيتك الفولار ديالو هذا دخل بغات باش يشوف في الخياطه دخلي وخلي كاين هنا هذا السيمي راه غادي يجيك مزيان بالصحه والراحه صراحه زين اخويا العظيم غنشكرك انا الاول قبل ما يشكرك الكليان في الكومونتير يعني ديال الخدمه اللي كتعجبني اخويا فيني والتغياز والفينيسيون والشرح بطريقه اللي هي زوينه الله يعطيك الصحه من العالم من عندي العالم يا اخويا مليون جيم وتحية للمشاهدين ان شاء الله كل مره كما تحية ان شاء الله شي وقيته بحال هكا خويا باش نشوفو مخا غير بياسة ولا جوج ان شاء الله كل مره يسجل معنا في الحلقة وشكرا لك تحية للمشاهدين وجيمو البارطاج بصحتكم وراحتكم.